هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. عندنا ايه النهارده؟ عندنا اكله مفيش حد فينا هيختلف عليها، سواء بقى هنحطها في عيش فينو، هنحطها في عيش بلدي، هناكلها كده من غير عيش، يعني من الاخر وصفه ولا احلى ولا اجمل ولا اشهى. عندنا ايه؟ عندنا برجر. في حد يقدر يختلف على البرجر؟ عملناه بقى برجر جامبو، نعمله ميني برجر، هنعمل البرجر على اصوله، وبجد الوصفه دي من الاخر. يلا بينا اقول لكم بقى المقادير. محتاجه ايه؟ محتاجه نص كيلو من اللحمه المفرومه، واللحمه المفرومه انا هنا شغاله بنص كيلو، يعني انتوا تقدروا طبعا تعملوا ضعف الكميه. وهيتبقى 20% دهون، ودي حاجه مهمه جدا. محتاجين كمان صفار بيضة، ومحتاجة معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، ملح وفلفل اسود. هنعمل له بصل مكرمل، هنعمل له صوص مشروم، هنعمل حاجات كتير قوي، بس خلينا ايه نبتدي الاول في البرجر. طيب انا عشان اعمل برجر حلو في البيت هبقى عاوزة ايه؟ هبقى عايزة لحمة مفرومة طبعا. طيب نصيحة من النصايح المهمة يعني، ودايما بقولها وناس كتيرة قوي مشيت ورايا في النصيحة دي وحسوا بالفرق. أولا لحمة البرجر بتكون 20% دسم، يعني ما ينفعش تبقى لحمة صافي خالص فتبقى مفرولة، يعني معرفش أتعامل معاها وتبتدي بقى إيه، يبقى طعمها كده ناشف خالص، وتبقى هتبقى رخمة جدا، رخمة رخمة يعني. لكن هي محتاجة قد إيه دسم؟ ممكن تاخد 20% دسم، ممكن تاخد لحد 30% دسم، مفيش مشكلة. دي أول حاجة، إن أنا ماخدش لحمة صافي، يعني ما أقولش للجزار قطع لي من الكولاطة واديهاني بقى كده وهعمل بيها برجر، لا، البرجر محتاج إنه مثلا القطعية بتاعته تكون من السن، قطعية السن من القطعيات اللذيذة جدا للبرجر. في ناس بتقطع من عرق الفليتو، بس انا بصراحه بستحرم يعني، بس قبل لما ينضف عرق الفليتو يعني ما يبقاش متشفي. فانا بالنسبه لي القطعيه اللذيذه جدا وبتديني ال 20% دسم بتوعي قطعيه السن، وبرده عينك على الجزار وهو بيفرم، ما يبقاش فرم مثلا دهون كتيره، حاطط شغط، حاطط حاجه، يعني نبقي ايه عينك كده على المفرمه وعينك على كل الحاجات اللي هو بيستخدمها علشان ما يحطش دهون ازيد. فهنحتاج ان اللحمه تكون 20% دسم. وايه تاني؟ محتاجه كمان انه يبقى اللحمه فريش. دي حاجه هتفرق معاكي، عايزه اقول لك في ثلاث ارباع الطعم، يعني هتدوقيه وهو اللحمه عندك في الفريزر وهي لحمه عاديه سواء بلدي مستورده، ايا كانت اللحمه هتكون متجمده ولا لسه مفرومه قدامي دلوقتي. لو لسه مفرومه وانا اشتغلت بيها على طول هتديكي طعم مختلف خالص للبرجر، احلى بكتير من اللي في الفريزر. فانا بحب انه لما انزل اشتري لحمه ابقى عامله حسابي انه هعمل البرجر في نفس اليوم او على الاقل تاني يوم، فبشيلها في الثلاجه لبكره، ما ادخلهاش الفريزر واسيبها تتجمد فتكون تلج وميه فيديني طعم مش حلو في الاخر. دول النقطتين المهمين. بقيه النقط واحنا جايين وشغالين هقول لك عليها. بهارات كتير؟ لا، مش عايز بهارات كتير خالص، انا عايز احس بطعم اللحمه، وبقيه الحاجات اللي هتبين لي طعم البرجر دي هتيجي مع الصوصات مع التفاصيل اللي انا هحطها، لكن انا عايزه اكل حته لحمه طعمها برجر وما تبقاش فيها كفته. يعني ايه مش هتحطي بصل وتوم وكده؟ لا، مش هنحط ولا بصل فريش ولا توم فريش ولا نقعد نعمل فيها كده زي الكفته ولا اي حاجه، انا عايزاها برجر، والبرجر مختلف عن الكفته، عشان ما نجيش نعمل برجر ونقول طلع مننا كفته. ليه؟ ليه ريحته زي الكفته بس مدوره؟ عشان بنحط فيها بصل فريش ولا حتى بصلايه صغيره ولا حتى ميه بصل ولا حتى تفل البصل ولا جنب البصل خالص، احنا ما بنقربش للبصل ولا للثوم واحنا بنعمل البرجر. فيبقى اللحمه عندي فريش، هحط عليها صفار البيضه. طيب صفار البيضه ده امتى ما احطوش؟ لو انا ناويه اشيل البرجر ده في الفريزر، يعني هعمله واشكله واشيله في الفريزر، ما تحطيش صفار البيضه.
لكن لو انت في نفس اليوم هتاكلوه النهارده حطيه، هيفرق جدا جدا في ملمس القطمه كده، وانت بتقطمي هتحسي قد ايه الموضوع لطيف وما فيهوش طعم بيض خالص، ولا هتحسي اصلا ان هو فيه بيض. فانا بحب جدا الوصفه دي لان صفار البيض بينقلها لحته تانية. بعد كده هحط الكاتشب. عندك كاتشب دي معلقه، عندك كاتشب هحطي، عندك باربيكيو صوص حطي زي ما تحبي، بس برضو بيدي طعم حلو قوي للبرجرايه نفسها. وبعد كده هحط ملح، وهحط رشة فلفل بسيطة جدا مش كتير. حلو كده. عايزة بقى عندنا توم باودر وبصل باودر، عايزة تحطي منهم رشة كده في النص، يعني احنا انا عايزة احط على الوش، عايزة تحطي في العجينة نفسها ما عنديش مشكلة. وبعد كده نبتدي ايه نعجن البرجر بتاعنا. لما نيجي نعجن بقى البرجر ما نقعدش نعمل فيه زي الكفتة ونطلع العرق بتاع اللحمة، لا، عارفين لما بنعمل التارت بصوابعنا كده، نعمل كده نجمع المقادير كده والتفاصيل كلها مع بعضها. كده اخد من هنا كده وايه واقلب بالشكل ده عشان ما يطلعش البرجر بيمط. اطمن بس ان كل الحاجات دخلت، انا كده تمام. كفته بقى بنقعد نعجن فيها علشان تطلع لنا كفته بتمط والعرق بتاع اللحمه يطلع ويشد معانا عشان تطلع حلو. ادي البرجر كده تمام. دي التتبيله بس، هي دي التتبيله. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هجيب، تعالوا نقلع ده، هجيب المكبس، او لو انت ما عندكيش مكبس يبقى هتبتدي تشكلي بايديكي، وده برضو ما فيهوش مشكله. ادي المكبس بيتباع في كل حته، محلات الادوات المنزليه، السوبر ماركتس الكبيره، السوبر ماركتس الصغيره، انا شفته في كل مكان، المكبس ده موجود في كل حته. ورخيص وسعره بسيط جدا يعني. كده. بعد كده بقى هقول لكم كذا تفصيله كمان في التسويه، ويبقى مظبوط معانا ازاي. كله هيبقى تمام ان شاء الله. نشيل الحاجات دي كده على جنب. هاخد مثلا كيس من هنا واحط الكيس ده كده، وابتدي اخد البرجر واحطه في المكبس عشان يديني الشكل اللي انا متعوده عليه. نحط كيس تاني ونكبس. نطلع بقى البرجرايه بالشكل ده، شايفينها اهي، هو بيخلينا او بيساعدنا ان احنا نطلع المقاس مظبوط كله متساوي، فده بيبقى ايه حاجه لطيفه قوي. طيب بعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ احط الكلام ده على صينيه وادخلها التلاجه. تقعد قد ايه؟ تقعد نص ساعه في التلاجه. عايزه تحطيها اكتر مفيش مشكله، نص ساعه ساعه، البرجرايه تتشمع زي الكفته، وبعد كده ابتدي اتعامل معاها، اطلعها من التلاجه على النار على طول. دول كده اللي انا عاملاهم وطلعتهم في التلاجه، وطلعتهم من التلاجه قبل الهوا. معانا مدام ناديه. مدام ناديه ازيك؟
هاي 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 هاي، عاملة ايه؟ بحبها منك قوي 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 قوي. ازيك يا حبيبتي، عاملة عامله ايه ايه؟ يا دود؟ وحشاني كتير والله. وانت كمان يا حبيبتي وحشاني ايه جدا. اخبارك واخبار كل الكاست عند حضرتك كله تمام، ومخرجنا وكل الناس الحلوه اللي معايا؟ بيسلموا عليكي يا حبيبتي. انت عاملة ايه؟ تسلميلي وتسلمولي جميعا. انا بقيت بومب الحمد لله. الحمد لله بفضل الحمد لله. الله اولا وبفضل الحمد لله دعواتكم والله. الحمد لله يا عامله ايه حبيبتي. يا دودو؟ ايه كويس اخبار الحمد لله. حسن وحسين؟ اهو كويسين يا حبيبتي الحمد لله، دايما بيسلموا يا عليك. رب ربنا ينجحهم كده يا ويشوف رب فيهم يا شباب رب صالح ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي يا رب. البرجر الجميل ده شفتي؟ فيلم ايه؟ وعلى فكره المكبس ده صح مش غالي، لا يبقى حد لا يجيبه مره في العمر، بسيط مش جدا بيتقطم وبيعيش. ولا حاجه. لا لا ده هو بسيط جدا لا وبيعيش والله ومفيد جدا، جدا. بيطلع البرجريه جميله ما شاء الله. مظبوطه بالظبط، مظبوطه تسلم وشكلها ايديك حلو. يا دودو، كل تسلمي، حاجتك جميله والله، ربنا يخليك يا وانتي حبيبتي. جميله كده وشيك شكرا، وذوق، ربنا يحرسك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب مدام نادي حبيبتي. شكرا 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 لاتصالك. يلا بينا نكمل نكلم مدام ليلى. يا مدام ليلى ازيك، اهلا وسهلا. ايوه اهلا بيكي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله ربنا يخليكي. الحمد لله يا رب انا دايما. مبسوطه قوي اني كلمت حضرتك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ده انا اسعد. ميرسي جدا والله العظيم. شكرا. انا من زمان نفسي اكلمك بس ما بيحصلش يا حبيبتي. انا اللي سعيده ومبسوطه قوي، منوراني والله. ربنا يخليك، انا لسه عروسه جديده بتعلم منك حاجات كتير قوي. طب الحمد لله الحمد لله. دي اهم فتره. ربنا يخلي لك اهل بيتك يا رب. يا رب يا حبيبتي. قولي لي عندك اي سؤال؟ تسلم ايديك. ربنا يخليك، انا بسلم عليكي بس. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اهم فتره دي، في ناس بتخش على الجواز وما بتبقاش عارفه حاجه وما كانتش بتعمل حاجه قبل كده، وبيبقى بقى هو الفترة دي اللي بتتفرج فيها على برامج الطبخ وبتتفرج وبتقوم ولسه عندها ايه طول البال تتعلم وتبوظ. بوظي ولا يهمك، وارجعي تاني اعملي الوصفة تاني هتعمليها احلى من الاول. فاوعي تتعلمي وتحسي ان انت في حاجة باظت منك ولا حاجة ويعني تزعلي من الطبيخ. كملي. لا لا اوعي. رغدة بتقولي بيقضوها مكرونة وبانيه. هي المكرونه والبانيه دول اكله سهله؟ مش سهله ابدا. انا مش عارفه ازاي سهله دي، انا بالنسبه لي اكله مش سهله خالص. انا عندي اطبخ خضار ورز ويعني وما اعملش كل الزيطه بتاعت المكرونه والبانيه دي. ادي إيه البرجر بتاعنا تشكل. لا دي ما تشكلتش، دي صغنطوطه فعايزه تتظبط تاني. نظبطها تاني. نحط الطاسه على النار بقى ونبتدي ايه نشتغل كده برواقه. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نشتغل في اللي دخل التلاجة وخرج وتشمع وكله بقى تمام. طيب لو تحبي انه تقومي رشه من الثوم الباودر والبصل الباودر على الوش كده رشه بسيطه ما نحسهاش، حاجه بسيطه خالص، تمام. ثوم باودر وبصل باودر، احنا مش عايزين الحاجة يبقى فيها طعم الثوم والبصل بزيادة. وبعد كده اخد الطاسة الحلوة بتاعتي وتبقى طاسة كده ما بتلزقش، احط فيها شوية زيت على زبدة. والزبدة هنا بقى عايزة اقول لكم انها هتنقل الطعم لحتة تانية، كأنك بتاكلي حتة ستيك مش حتة برجر. احنا متعودين ان احنا كنا بنعمله بزيت، بس تكاية الزبدة دي مهمة جدا. تعالي بقى نحط لها كده ايه حته زبده. وناخد من اللي دخل التلاجه وخرج ونبتدي نحمره. تحبوا نطلع فاصل ونرجع نحمر؟ لا ناخد التليفون. يلا يلا بينا. يا ياسمين. الو الو، اي مساء الخير. مساء الفل، اهلا اهلا. كنت عايزه اسالك على سؤال، لو انا عايزه اعمل كيكه، كيكه عايزه اعملها فوق الفرن ومن غير البيض ينفع؟ فوق ال يعني ايه فوق الفرن؟ من على البوتاجاز يعني؟ مش جوه الفرن، لا
بعملها فوق الفرن. بتعمليها في حلة الكيك؟ اه بس فوق الفرن مش جوه الفرن من غير البيض. بصي الحقيقة أنا ما جربتش إن أنا أعمل كيكة من فوق الفرن ومن غير بيض، فما أقدرش أقول لك، أجرب الأول وبعدين أقول لك. يلا بينا يا مدام فاطمة. أيوة أهلا أهلا. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك، إيه الأخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. أنا طالبة من حضرتك طلب، ممكن أعرف طريقة ورق العنب اللبناني؟ اه طبعا من عينيا، هقوله لحضرتك حالا. طب بعد ما اقفل ان شاء الله. حالا، حاضر يا فندم. ممكن يا رغده ننزل المقادير وانا هحكي لها. انا حطيته اهو على النار. حاجه بس في التسويه مهمه جدا واحنا شغالين بعد اذنكم، ان احنا ما نمسكش الشوكه، الحركه دي احنا متعودين نعملها قوي على طول، ونقعد ندوس على حته البرجر بزياده قوي، معرفش ليه بنعمل كده، بس ما نعملش كده ابدا. حته البرجر نحطها على النار من غير ما ندوس ولا نشكشكها كده، ولا ندوس كده جامد ولا نشكشكها كده خالص. احنا عايزين نقفل متامتها من كل ناحيه واقلبها بالراحه، وابتدي هدي النار لو النار عاليه شويه، بس لما الطاسه تظبط معايا. نجيب حاجه بس اطلع اقلب بيها وبعدين نطلع فاصل على طول. لما يوصل للون ده كده اقوم قلباه بالشكل ده من غير ما اضغط عليه، واول ما اقلبه ابتدي اهدي النار سنه صغيره، مش اهديها بزياده، اهديها سنه صغيره عشان الزبدة هتتحروق وعلشان كل الحاجات دي، فيستوي بالراحة جدا. نطلع فاصل سريع ونرجع. يلا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في أي حتة. رجعنا من الفاصل، نكمل بقى تحمير، وهقول حالا وصفة المحشي ورق العنب البارد. يلا بينا. بصوا انا طلعت الاثنين اللي شفتوهم قبل الفاصل، لونهم كده ممتاز، ما نقعدش نحروق فيهم على قد ما نقدر، حتى لو بتحبوه. هو تسوية البرجر دايما زي تسوية الستيك، يعني وانتوا في مطاعم البرجر يقول لكم ايه عايزينه، ويل دان اللي هو مستوي على الاخر، ولا ميديم اللي هو متوسط، ولا ميديم رير، ولا اللي هو على حسب، يعني زي تسويه الستيك بالظبط. انا بطلبه اللي هو خلاص دخل على التسويه الجامده بس اقل شويه، ميديم ويل، يعني انا اللي بقول له انا عايزاه ميديم ويل، اللي هو ميديم وويل في نفس الوقت مستوي برضه. تمام، وطيت النار شويه وابتدي اتعامل بالراحه كده، وانا والطاسه هنفهم بعضينا. اول ما تلاقي خلاص البرجرايه ابتدت تدخل والحراره تمام، دخلت في السوى وكله تمام، ابتدي ايه اهدي النار شويه بشويه، بحيث ان انا ما احرقوش من بره ويبقى هو نايم من جوه ولا اي حاجه، والتسويه بالراحه جدا. الورق العنب احكي لك بقى. بصي ورق العنب اللبناني او السوري او الشامي بيختلف عن الورق العنب المصري في اكتر من حاجه. احنا بنحط شبت بقدونس كزبر. الخلطه الثانيه الشاميه دي طبعا هو في ورق عنب عندهم، وعندهم اليالانجي، اعتقد ان حضرتك بتسالي على البارد اللي هو بيبقى عليه دبس رمان، بيبقى طعم النعناع فيه واضح. فهقول لك الخلطه، كله ني في ني، ما فيهوش حاجه مستويه، كله على بعضه، الرز على ممكن معلقه صلصه صغيره، على طماطم مبشوره، على بقدونس فقط، على ايه تاني، طماطم مبشوره وبصل، وممكن تحطي فيه فص ثوم، واهم حاجه النعناع، سواء هتقطعي نعناع ناشف، هتقطعي نعناع فريش او ناشف، وتحطي كمان زيت الزيتون في الخلطه، كل ده على البارد، انت ما بتحطيش حاجه على النار. هتحطي زيت الزيتون، ممكن تحطي عصير ليمون وممكن لا، انا ما بحطش في الخلطه عصير ليمون الحقيقه، وبتحطي دبس الرمان
الوصفه هتنزل مقاديرها دلوقتي علشان برضو ما بقاش انا نسيت حاجه في المقادير. وقولي لي اقولها تاني. يلا بينا. الو، فصلت. يلا تعالوا بقى ايه نقلبه كده بالراحه. بصوا لما هديت النار ما اخدش اللون بسرعه عشان النار ما تبقاش عاليه قوي وتحرقهن من بره. في الاخر خالص عند التقديم ممكن تروحي مدياله فرشه باربيكيو صوص، بس ما تحطيهوش في الاول، لو حطيتيه في الاول هيتحرق ويحرق الدنيا من بره. في الاخر خالص نديله فرشه من الباربيكيو صوص عشان يدينا طعم الشوي كده، او تحطي الفحمايه مع الباربيكيو صوص، يعني تحطي رش اللي هي الفرشه كده بتاعت الباربيكيو صوص، ويبتدي ياخد تقليبه يمين وتقليبه شمال مع الزبده يدينا طعم حلو قوي، وتقومي على جنب مولعه الفحمايه في ورق فويل ومغطيه فيديكي ريحه الفحم، حلو قوي برضه. اهم حاجه عندي ان الطاسه تبقى سخنه، وان البرجر زي معامله اللحمه ما يبتديش ينزل ميته ابدا ابدا علشان ما يفقدش كل الجوسز اللي فيه، العصاره اللي فيه اللي المفروض ان هي هتديله طعم وهتخليه طري من جوه. اللي بيستوي وبيبقى مقلحف كده وبيبقى ما فيهوش ميه ومفتل كده، ده ما بيبقاش التسويه بتاعته مظبوطه، وطبعا بتبقى الدهون بتاعته برده قليله. لما توصلي لمرحله التسويه دي كده ما ينفعش تحطي واحده ثالثه نيه، لان احنا خلاص دخلنا في التسويه، يعني احنا ممكن ناكله كده، فما ينفعش بقى نحط نيه دلوقتي معاه، لا ده مضر صحيا ان احنا البكتيريا اللي موجوده جوه اللحمه النيه تتنقل في الطاسه، والطاسه معاها مستوي، فمستوي وني مع بعض ما ينفعش يتحطوا مع بعض، لازم ناكل بس اللي استوى يطلع وننزل مكانه ني. ففي مرحله كده طالما غيرت لونها من الناحيتين وخلاص يبقى خلاص، ما احطش ني ابدا في الطاسه. اللي بعده بقى هنعمل ايه؟ البرجر بيبقى محتاج حاجات بقى وحركات علشان يبقى طعمه مميز. الساندوتش بقى نبتدي بقى نعمل الساندوتش بتاعنا. انا بحب المشروم، بحب قوي المشروم صوص، من الحاجات اللي بحبها، يعني احب الساندوتش بتاعي يبقى فيه مشروم صوص. بحب معاه ايه كمان؟ بحب اعمل البصل المتكرمل، فيبقى الساندوتش بصل متكرمل وطعمه مسكر كده مع المشروم صوص مع البرجر البيتي، مفيش احلى من كده. انا مش من هواة المايونيز الحقيقه، فاللي بيحب بقى يحط في الساندوتش مايونيز طبعا يحط، كل الصوصات اللي بتحبوها. اهم حاجه ان احنا ما نحرقوش قوي عشان تبقى تسويته مظبوطه. وعلى فكرة موضوع التسوية ده بيفرق في ايه كمان؟ هو لما تشمع كده جوه التلاجة بيبقى ماسك نفسه وبيبقى درجة حرارته مظبوطة للتسوية اللي احنا بنعملها دلوقتي دي. فدخليه التلاجة وما تكسليش. تعالوا نحط الطاسة على النار عشان نكرمل البصل او نحمر. تعالوا نحمر، لا مش هنحمر مشروم، تعالوا نعمل البصل. يلا بينا. البصل محتاجين له سكر وزبده وبصل. تعالوا اقول لكم ماشي فين فين فين. البصل متكرمل، ثلاث بصلات جوليان متقطعين رفيع، معلقتين كبار من السكر والزبده، مش عايزين ننساهم. احنا قربنا خالص. يلا نحط البصل على النار كده بس الطاسة تسخن. هي ايه النار مش ولعة ولا ايه؟ بياخد وقت بقى على النار، فبنسيبه براحته، ممكن تغطي عليه توطي عليه براحته عشان يطلع معانا مظبوط. هنحط الزيت وهنحط له التفاصيل كلها بس يسخن على الطاسة كده، ونجيب طاسة تانية نعمل فيها المشروم.
تعالوا بقى نشيل دول كده خلاص. واخدين بالكم انه ما كشش قوي؟ هو طبيعي ان هو هيكش يعني، بس هو ما كشش قوي. بما اننا عايزين نار هاديه الناحيه دي، فنوديه عند الهاديه دي وناخد البصل على عالي شويه عشان ينجز معانا. عايزين طاسه تانيه للمشروم. يلا بينا. وجبه بكره دي بقى وجبه الويك اند، علشان بنبقى عايزين ناكل حاجه كده كانها من بره، بس نبقى احنا اللي عاملينها في البيت. فالبرجر مناسب جدا ليوم الخميس. تعالوا بقى نقلب ده ده. اول ما الطاسه تبتدي تسخن هقوم حاطه الزيت والزبدة كده، وأول ما البصل يبتدي إن هو يعني يهبط كده في الطاسة هقوم منزلة السكر. ممكن تحطوله شوية مية وتسيبوه مع المية دي لحد ما يهبط خالص، وبعدين تكملوا التسوية. فيعني هي ايه، ليه كذا طريقة، كلهم مظبوطين وكلهم حلوين. بس هو مش بصل محمر، مش زي التقلية بتاعت الكشري. كده تعالوا بقى نشوف هنا كمان ايه اللي حصل. الطاسة هنا سخنة، هنحط لها المشروم بتاعنا عشان نعمل ايه؟ نعمل مشروم صوص. صوص المشروم اللي هو تحسه فيه طعم كده مميز، ما بيبقاش مشروم بس. هقول لكم دلوقتي هنحط له ايه عشان يدينا الطعم المميز بتاع المشروم صوص اللي بناكله في المطاعم. كده البصل تمام سخن مع الزبدة والزيت، نحط له ملح عشان يطلع المية بتاعته كده. نساعده ان هو يدبل اسرع، وانزل عليه بالسكر. والله عندي سكر بني تمام، ما عنديش حطي سكر ابيض. هحط سكر بني وسكر ابيض الاثنين مع بعض كده. البرجراية بتاعتي استوت وبقت زي الفل. يلا بينا نشيل دي بقى من هنا. نعم. طيب احط بس احط المشروم عشان لما نطلع فاصل ونرجع يبقى الاثنين تمام معانا. يلا ادي الزبده، هننزل بالمشروم. قلت لكم قبل كده ان المشروم من الحاجات اللي ما ينفعش تبقى مستويه زياده، ما ينفعش تبقى اوفر كوكد. هي حاجه مجرد ان احنا اديناها تشويحه هتبقى استوت. فهنحطه كده على النار لحد ما يتقلب. ما نحطش الملح في الاول، لان احنا لو حطينا الملح زي ما انتوا شفتوا انا حطيت الملح هنا على البصل عشان يدبلهولي بسرعه. لو حطيت ملح على المشروم برضو المشروم هيدبل وينزل ميته وتبقى المشكله اكبر. انا عايزه ان المشروم يبقى مستوي بس في نفس الوقت في قرشه كده احس بطعم المشروم. فهنطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته.
رجعنا من الفاصل، بكرمل البصل وادي بصوا بقى المشروم اتشوح، مفيش ولا نقطه ميه، ازاي اتشوح كويس كده احنا تمام. لكن لما يبقى الطاسه كلها ميه يبقى انا عملت مشكله. انزل بقى بالمكون السري اللي هو الجبنه الكريمي، اي جبنه كوبايات عندك او مثلثات هتمشي معانا. نحط بقى الجبنه الكريمي كده على المشروم ونروح نحطها هنا عشان تسيح، عشان تعمل لنا صوص مشروم خطير. طبعا ولا محتاجين ولا ملح ولا فلفل، يعني الجبنه بتبقى هي اصلا ليها طعم وكل حاجه. نرجع تاني للبصل اللي احنا بنكرمله بالشكل ده وبنحمره، حطينا له السكر مع الزبده وبنهدي النار وبنحط له الميه. استنوا بقى كده نديله اللون وبعدين ننزل له الميه. ومش هنحطه ميه كتير برضه، احنا بس عايزينه ياخد لون ايه ذهبي لذيذ كده ويلزق في بعضه. وابتدى يلزق في بعضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نشيل الجبنه من هنا، مقادير صوص المشروم انت لقيتي طب يلا مقادير صوص المشروم نزلت اهي قدامنا على الشاشه. يلا ننزل بقى بعد ما اخد اللون ده بشويه ميه، وادي مقادير ورق العنب نزلت قدامكم اهي. ده ورق العنب اللي اتسالنا عليه من شويه. حطيت على البصل شويه ميه، المفروض بقى ان احنا نهدي النار خالص ونسيبه يشربها على مهله. بس طبعا انا ما عنديش وقت، بس ههدي النار برضو. هو كده اتحمر واتكرمل، وفي نفس الوقت حطيت له الميه فهتديله لون مظبوط بقى، كل اللون هيتوزع على البصل كله. وادي صوص الجبنه بتاعنا مع المشروم. سيب بس شويه الميه يتبخروا ونجهز الساندوتشات بتاعتنا. طبعا ساندوتشات البرجر الطبيعيه العاديه اللي كلنا بنحبها، بيبقى فيها خس، مايونيز، كاتشب، عندنا كمان طماطم زي ما تحبوا. لو انتوا بتحبوا اللي بالبيض مثلا ممكن تقوموا عاملين بيضه كده حلوه وحاطينها على ال، تيجوا نعمل بيضه احنا عندنا وقت ممكن الحق يعني. لا كده ما عنديش وقت، لا نعمل بيضه. حاضر ثانيه واحده، تعالوا نجيب العيش. ادي العيش ده مثلا، ولا ناخد من ده؟ ناخد من ده. طيب في الحالات الطبيعيه بنعمل ايه؟ بناخد العيش كده زي ما هو ونحطه في طاسه فيها زبده ونحمره، تمام؟ يعني اقوم حطاه هنا كده اهو واقوم ايه محمراه لحد ما ياخد لون، عشان انا ايه ما عنديش وقت. فانا بقول لكم عشان انتوا تعملوا الحاجات اللذيذه دي. وبعد كده هاخد مثلا من البصل ده، بصوا البصل بقى لونه تحفه ازاي، بصوا. حط الاول خس على البرجر، او نحط الاول البصل، تعالوا نحط البصل على الخس عشان ايه يبقى الخصايه شايله كده الحركات. وبعدين نحط، انتوا كده شايفيننا، نحط على الخس اهو اهو، تمام كده اهو. وبعدين ناخد من المشروم بالجبنه نحط كده، وده طلب سبيشال اللي هو ايه نعمل كده بس، ما نحطش اي حاجه تانية عشان نحس بطعم الحاجتين دول، تمام. تعالوا نعمل هنا ادي البيض، حالا هنبقى خلصنا البيضه، نجيب بس اي فورمه كده نحط فيها البيضة. يلا بينا يا أم مي، ازيك؟ ألو السلام عليكم. أهلا أهلا، عاملة إيه؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ حضرتك عاملة إيه؟ كويسة؟ منورة.
ده نورك. هاي 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 يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا كويسه حبيبتي، يا رب تكوني بخير. وحشاني والله، انا كلمتك يوم السبت. ايوه ايوه، امال ايه؟ مره هو انت تتنسي؟ ان شاء الله على طول. إيه؟ انت تتنسي، ده انت صديقتي. انت حبيبتي والله. ميرسي يا حبيبتي والله العظيم. اخبار البرجر ايه؟ ايه رايك؟ جميل، في منتهى الجمال. بتعمليه في البيت؟ ده انا كنت بتصل دلوقتي عشان اسلم على حضرتك واقول لك بس البرجر، بس طريقته بس، معلش. من عينيا بس كده؟ الطريقه بتاعته بس حضرتك. من عينيا نقولها حالا وننزلها حالا. حاضر. معلش ننزل طريقه البرجر، معلش. يلا هحط الصوص هنا. كده وادي البيضه حالا حالا. البيضه بعد ما اتشكلت ابتدي بس اقلبها كده عشان تقفل الناحيه الثانيه اللي فيها الصفار، وده نعمله بالبيض ونجري علشان احنا لازم نختم حالا. احنا عملنا النهارده برجر مع شويه صوصات. حالا احنا هنرجع بعد الفاصل. يلا طب قولوا لي لو شايفين الساندوتش، يعني هنا هنحط شويه من البصل، البصل متكرمل مع البيض من الحاجات اللذيذه قوي برضو. يعني نحط بصل ونحط واحده كده ونحط البيضه اللي احنا حمرناها بالشكل ده. بصوا 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 الحلاوه. انتوا بقى عايزين تضيفوا اي اضافات تانيه زي ما تحبوا. خلينا نحط شويه بصل كمان متكرملين كده على اللقمه دي. يلا 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 بينا. فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. يلا رجعنا من الفاصل ومنورنا ومشرفنا دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام، ربنا يخليك. رجعنا بقى لاسئله الام المفاصل والخشونه. ايه هي اسرع طريقه للقضاء على الالم في حالات الخشونه؟ هو اسرع طريقه في حالات الخشونه حقن السائل السلالي. هو ده يعتبر الحق. بالظبط. الحقن عموما، بس يعني حقن السائل الزلالي ده بيدي نتائج سريعه ومؤثره يعني. تمام. ممكن بقى نحقن معاه حاجات تطول المده، ممكن نعمل معاه حاجات تانية بتساعد ان احنا نقعد فتره طويله ما فيش اي الام. لكن هو يعني اسرع حاجه الحقن. المريض في خلال نص ساعه ساعه بيبقى بيتغير حاله تماما، بيبدا يحس بتحسن كبير جدا يعني. طيب وبالنسبه للغضروف يا دكتور؟ بالنسبه للغضروف ازاي يتبني يعني؟ ازاي بين الغضروف بتاع الركبه؟ بنحقن البلازما، بنحقن ثلاث مرات بلازما بين المره والمره، من شهر لشهر ونص حسب احنا مدين بلازما عاديه او بلازما مضاعفه. بس امتى بتبتدي تحس بتحسن يا دكتور؟ بعد ساعه او ساعتين من الحقن. تحسن في رجليها؟ في ركبتها. بعد الحقن على طول بساعه او ساعتين. احيانا في بعض الحالات زي البلازما دي بعد ثلاث ايام بيبدا النتيجه تبان. تمام؟ لكن السائل الزلالي في ساعتها على طول المريض بيتحسن.
او لو حقنا مثلا اكسجين نشط او كده بيبدا بعد اسبوع النتيجه بتبان. يعني الاكسجين النشط اللي بيتاخر شويه عبال لما المفعول بتاعه بيبدا يبان تمام. ساعات بنعمل الاثنين مع بعض، نعمل مثلا سائل زلالي مع اكسجين نشط بحيث ان حاجه تشتغل بسرعه وحاجه تقعد فتره طويله. ساعات بنعمل البلازما مع اكسجين نشط حسب درجه الخشونه وحسب درجه الالم بالنسبه للمريض. امتى يا دكتور بنروح ان احنا يعني الحلول الثانيه، امتى الدمج بتاع الحلول الثانيه، الاكسجين، البلازما، التردد؟ هو طبعا احنا بنبدا الاول بالعلاج الدوائي اللي هو العلاج التحفظي. أوكي. لو المريض ما استجابش، وغالبا معظم المرضى اللي بيكونوا جايين لنا العياده بيبقوا جربوا العلاج التحفظي، عشان كده ساعات ما بنبداش معاهم بالعلاج التحفظي، بنوجههم للعلاج التداخلي على طول، لان هو بيبقى بقاله فتره ماشي على العلاج التحفظي وما جابش معاه نتيجه. فبنبدا بالعلاج التداخلي. العلاج التداخلي ده بنحدده عن طريق الكشف عن المريض، عن طريق القصه المرضيه بتاعه المريض، وعن طريق الاشعاعات اللي مع المريض. بنحدد درجه الخشونه والالم موجود فين، هل الالم ده في الاعصاب ولا الالم داخل المفصل بس، ولا الالم متشعب في كذا نوع من الالم. لو في كذا نوع من الالم بنعمل الاول جذور اعصاب مع حقن سائل زلالي لو الدرجه الرابعه او الدرجه الثالثه، احيانا بنعمل بلازما لو الدرجه الاولى او الثانيه، احيانا بندمج معاهم اكسجين نشط، واحيانا نوجه المريض ان هو بيعمل تردد حراري لما يكون درجه الخشونه متقدمه جدا والمريض عنده التهاب في الاعصاب اللي بتغذي الركبه شديده. لما يكون الالتهاب ده شديد ما بيستجبش من حقنه او حقنتين، فاحنا بنوجهه للتردد الحراري. التردد الحراري ده له افكت هايل جدا، بيقعد فتره طويله، بيتعمل في المستشفى تحت تعقيم كامل تحت جهاز الاشعه اللي هي القوسيه، وبنشوف الاعصاب فين بالظبط ونبدا نخش نعمل عليها تردد حراري بحيث ان هي ما تحسش بالالم وما تنقلش الالم. ممتاز. دكتور، تنميل الايدين والصداع من اعراض الغضروف بتاع الرقبه؟ الغضروف الرقبه بيعمل صداع جامد جدا، ومن اسوء انواع الصداع اللي هو بتاع الغضروف الرقبه. وبيعمل تنميل وكهرباء في الايد بتبدا من الكتف لحد تحت صوابع الايدين، وده احنا بنفرقه بين التنميل اللي بيبقى في الايد بس. التنميل بيبقى في الايد بس مش نازل من فوق من الكتف واخد الايد كلها، ده بيبقى اختناق العصب الاوسط بتاع الايد. لكن لو نازل واخد الكتف واخد الايد كلها ده بيبقى غضروف الرقبه. طبعا ده بنشخصه عن طريق الاشعه وعن طريق القصه المرضيه بتاعه المريض وعن طريق الكشف بتاع المريض، وده الحقن الحقيقه بيجيب معانا نتائج هائله جدا. ومن حقنه واحده المريض بتختلف حياته تماما، يعني اول حقنه دي بتبقى يعني افيد حقنه بالنسبه للمريض. ممكن بعد 6 شهور نحتاج حقنه تنشيطيه او كده، لكن هي اول حقنه بتدي نتائج هائله جدا، يعني ممكن الصداع يختفي تماما. التنميل والكهرباء دي بتقل بنسبه 70% مثلا. المريض بيبدا يحرك ايده، بيبدا ينام كويس لانه بيبقى المريض متالم الم شديد جدا مش قادر ينام منه وعايش طول عمره على المسكنات. فهو المريض لما بيعمل الحقن في الرقبه بالذات بيتحسن جدا ويبطل المسكنات وبيمارس حياته بقى بشكل طبيعي. بنعمل بعد كده شويه جلسات علاج طبيعي مع تمرينات بسيطه بتحسن بقى الاداء بتاع العضلات وبتاعه الايد، عشان بيبقى فيه ضمور على العضلات بيبقى مصاحب للغضروف اللي ضغط على الاعصاب اللي هي مغذيه العضلات دي. طيب لو حد قبل كده كان عمل عمليه في رقبته في الغضروف تمام ولسه عنده الم يعمل ايه؟ الحقيقه بيبقى فيه الم بعد العمليه، وده حاجات من الحاجات المشهوره جدا، الالم ان يرجع الالم نتيجه الالتصاقات اللي بتحصل مكان العمليه. اي عمليه جراحيه مكانها بيحصل التصاقات، الالتصاقات دي ساعات بتضيق القناه العصبيه بتضغط على الاعصاب، بتعمل تنميل برضو بكهرباء ووجع في الرقبه. بنعمل لها حقنه تنشيطيه، حقنه بتوسع القناه العصبيه، بنعمل احيانا تردد حراري، ده بيفيد المريض جدا وبيتحسن بنسبه عاليه جدا. ممتاز. طيب بالنسبه يا دكتور لعرق النسا تمام، ايه بقى الناس تتعامل معاه ازاي بدون جراحه؟ هو عرق النسا هو ده عباره عن عصب النسا، هو ده اكبر عصب في جسم الانسان. أوكي. بيطلع من الفقرات القطنيه وبعض الفقرات القطنيه وبعض الفقرات العجزيه، وبيلتحموا مع بعض وبينزل يغذي الرجل كلها لحد صوابع الرجل. المريض بيحس بوجع في ظهره وبيحس بكهرباء وتنميل في رجليه كلها من اول الفخذ لحد صوابع رجليه. ايوه بالظبط. وده عشان نفرقه بينه وبين العرق النسا الكاذب. عرق النسا الكاذب ده او التهاب العضله الكمتريه، دي عضله موجوده في الفخذ بتبقى ضاغطه على عصب النسا وهو نازل. أيوة. فبتاثر على الفخذ وبتاثر على الركبتين او الركبه اللي هي ضغط عليها. لكن الناحيه الثانيه بتبقى سليمه، بقيه القدم بتبقى سليمه، مفيش تنميل مفيش كهرباء تمام. فبنفرق بينهم وبنعمل لهم حقن. طبعا الاثنين بيستجيبوا وبيكون نتائج كويسه جدا مع الحقن باذن الله. ايه اسئله بقى احنا ممكن نقراها من الاكونت على انستغرام؟
بيقول أنا رجلي الشمال فيها ألم من الحوض إلى بعد الركبة، والركبة فيها ألم فظيع. تمام، ده غالبا على النساء بيبقى نازل برضو من الحوض زي ما احنا اتفقنا من الفخذ ونازل على الرجل، ممكن تقف عند الركبة وممكن تنزل تكمل لتحت. تمام، ده بنعمل أشعة رنين على الظهر وبنكشف على المريض ونشوف الدنيا اخبارها ايه. غالبا بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما عرق النسا ودي هو بيدي اعراض كده، يا اما الفخذ الامامي بس هو ما بينزلش بتنميل مكرر بيبقى مكانه، وبيبقى ممكن معاه خشونه في الركبه، يعني هو دايما ممكن يبقى فيه خشونه في مفصل الفخذ مع خشونه في مفصل الركبه، فبنعمل برضو اشعه على مفصل الفخذ واشعه على مفصل الركبه ونشوفهم ونقارن مع الكشف ان شاء الله للمريض. لو خشونه في المفصلين مفصل الركبه او الفخذ بنحقن فيهم سائل زجاجي. تمام، لو غضروف او ضيق في القناه العصبيه بنعمل توسيع للقناه العصبيه بالحقن برضو. ناخد سؤال كمان، عندي 41 سنه وقعت على ظهري، الم جامد قوي في اسفل الظهر بس ولا كشفت ولا عملت حاجه. تمام، احنا هنعمل اشعه رنين على الظهر، بيبقى غالبا في يا اما زحزحه في الفقرات يا اما ممكن يبقى في كسر لا قدر الله في الفقرات، ودي حاجه خطر يعني. تمام، لو هي لسه واقعه قريب او كده لازم تعمل رنين على الظهر، لان لو في كسر في الفقرات ومتحرك عن مكانه يبقى لازم تثبيت فقرات، دي عمليه ولازم تتعمل، لان لو لو الفقرات اتحركت بتضغط على الحبل الشوكي بتبقى مشكله كبيره جدا. لو الدنيا كويسه ما فيش كسر في الفقرات بنعمل حقن، بنوسع القناه العصبيه وبنحقن الغضاريف او الفقرات اللي فيها خشونه او هي وقعت عليها بتتحسن بنسبه كبيره جدا. واحيانا ممكن تبقى المشكله بسيطه جدا، بتبقى حاجات في العضلات بس، تقلص في العضلات نتيجه الوقعه او كدمه في العضلات، وبندي ادويه وبنعمل حقنه بسيطه خالص في العضلات والدنيا بتبقى كويسه والمريض بيستجيب جدا، فلازم تكشف طبعا وتعمل رنين. تمام، ناخد السؤال اللي بعده، انا بقالي حوالي شهرين فجاه حسيت بورم في الفخذ ووجع وورم جنب الركبه وبقالي وباقي الرجل في بعض الحتت ورمه، وعايز اعرف السبب. عندها 38 سنه. تمام، لازم تكشف. لازم تكشف طبعا الورم ده، هل معاه الم ولا معهوش الم، وهل الالم ده موجود في الركبه، هي بتقول في الم في موجود في الركبه ولا موجود في مفصل الفخذ. دي غالبا عندها خشونه في مفصل الركبه، مفصل الركبه لما يكون فيه خشونه بيبقى فيه تورم تحتيه، والورم ده حسب درجه الخشونه بيكون درجه التورم. هي مع الحقن بيتحسن الورم ده وبيقل الالم بنسبه كبيره جدا. طيب اخر سؤال، نقول عندي 31 سنه وعندي تاكل في غضروف الركبه وضعف مفاصل والام قويه جدا، حاسه اني انسان عاجز، لو في حل ممكن اعرفه. اكيد في حلول. طبعا في حلول دايما ان شاء الله. هو ده من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دايما، للاسف الخشونه بدات تبان في السن الصغير دلوقتي، وبتبدا من سن صغير كتير، خصوصا الناس اللي بتطلع سلم او تنزل سلم كتير، او الناس اللي بتشتغل كتير بتقرفص كتير، بتحرك مفصل الركبه بطريقه خاطئه، الناس اللي وزنهم زياده، كل ده مع الحقن ان شاء الله الدنيا بتبقى افضل. بنحقن بلازما 3 مرات بين المره والمره شهر، الدنيا بتتحسن وبتبقى افضل، بس طبعا لازم اشعه الاول ونطمن عليها، نشوف درجه الخشونه قد ايه ونبدا نعمل الحقن ان شاء الله بتتحسن بنسبه كويسه باذن الله. باذن الله، الف سلامه للكل. انا سؤال، ما بعد العمليات الجراحيه عموما، فتاء، بتر، قيصريه، يعني ما بعدها؟ تمام، التعامل معها ازاي؟ طيب، ودي حاجه من الحاجات الشهيره عندنا جدا، الالام ما بعد العمليات الجراحيه. أيوة. بعد العمليات الجراحيه طبعا بيبقى فيه قطع لبعض الاعصاب الخفيفه او البسيطه جدا، فممكن يحصل التهاب في العصب ده او يحصل نيوروما، حاجه اسمها نيوروما. أيوة. في العصب ده مكانه يبقى فيه الم شديد جدا مكان العمليه نفسها او مكان العضو اللي حصل فيه المشكله. تمام، ده بيجي بنفحصه بنعمل له حقن، ممكن الحقن ده يتكرر اكتر من مره والمريض الحقيقه بيستجيب بنسبه عاليه جدا. جزء تاني، جزء مهم جدا من سؤال حضرتك، الام ما بعد عمليات البتر، ده من الحاجات الشهيره عندنا جدا جدا واللي بنشوف فيها مشاكل كتير جدا. بيجي لنا المريض بعد عمليه بتر لا قدر الله ايد او رجل او بعد استئصال الثدي او كده، بيحس ان كان الثدي لسه موجود او كان العضو اللي بتر لسه موجود وبيألمه، يعني هو كان الاول بيتألم مكان العضو قبل ما يتشال، بعد لما تشال العضو بيبقى حاسس بألم كأن العضو لسه موجود ولسه في ألم شديد. ودي من الحاجات اللي احنا بنعالجها وبيستجيب المريض جدا، والمريض لو ما اتعالجش بيها بطريقه الحقن
بيفضل طول عمره بياخد مسكنات، ودي ملهاش عمليات جراحيه، يعني هو ده الحل الوحيد بالنسبه لها هو الحقن. الحقن فقط. وبيستجيب جدا المريض. أيوة. برضو نحب نعرف الناس ان المريض بيستجيب من اول حقنه، صحيح بنحتاج نكرر الحقن، لكن من اول حقنه بتبدا تجيب نتائج كويسه جدا، والمريض بيتحسن جدا والالم بيقل بنسبه كبيره جدا. ممتاز. طب بالنسبه يا دكتور لضيق القناه العصبيه. تمام. هو احنا عندنا القناه العصبيه دي بتبقى بين الفقرات، جوه الفقرات لما يطلع غضروف بيضغط عليها بيبدا تضيق القناه دي. أيوة. فالضغط ده بيعمل الم وتنميل وكهرباء في الرجل او في الايد حسب الضيق ده موجود فين. بنبدا نخش برده بحاجه ابره برده رفيعه. أيوة. تحت بنشوف بقى شايفينها بالسونار، وبنشوف المكان اللي احنا وصلنا فيه، ونبدا نحقن مواد موسعه للقناه العصبيه وحاجات تقلل الضغط على الاعصاب وتقلل الالتهابات، ودي بتجيب الحقيقه نتائج كويسه جدا، والمريض بيتحسن بنسبه كبيره جدا بعد الحقن، وبتقعد فتره طويله، وممكن يحتاج المريض حسب الضيق ده قد ايه، لان احيانا بيبقى في اكتر من غضروف ضاغط ومضيق القناه العصبيه، فممكن تحتاج اكتر من حقن، واحيانا المريض حقنه واحده بيتحسن جدا وما بيحتاجش حاجه تاني. دكتور عمرو دايما بتدينا امل وبتدي الناس امل في العلاج بدون جراحه، بشكر حضرتك جدا 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 على اليوم النهارده. شكرا جدا يا فندم، واتمنى كل الناس تبادر بان هي تعالج نفسها وتلجا لدكاتره علاج الالم، لان ده فرع جديد جدا في الطب، يعني لسه داخل مصر بقاله كام سنه. والحقيقه الالم ده يعني طبعا احساس سيء جدا، وعلاجه بقى متاح وبقى سهل جدا، ومحدش يعني يفضل متحمل الالم ولا ياخد مسكنات، لان المسكنات دي بتضر الكلى وبتضر الكبد وبتاثر على المعده. فيعني في حلول، والحلول سهله جدا وبسيطه جدا، بس محتاجه شويه متابعه، فياريت الناس تبدا تتوجه لنا واحنا تحت امرهم ان شاء الله. شكرا يا دكتور. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا. كان منورنا دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. نورتنا، نورتونا وشرفتونا. كل وصفاتنا وفقراتنا هتلاقوها على انستجرام، فيسبوك، ويوتيوب، وعلى صفحة سر الصنعة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. باي باي.